اليوم حنا كاينين فواحد البلاصه اللي ما بين احسن البلايص بالنسبه ليا كنجي كندوز فيهم الصيف، واللي غادي نعرفوكم على كيف ديما البلايص الرخاص باش تقدروا تجيو دوزوا الصيف هنايا. بالنسبه لدوك اللي الصحاب الا ما عندكش فلوس بلا ما تسافر الفيديو ماشي ليكم، سكيبي الفيديو ما تصدوش ليا راسي في كومونتيرات. كيف العاده حنا كاينين في واحد البيت اللي كريناه برخيص. قبل ما نوريكم البيت بغيت نوريكم الفيو، وانتوما ديروا بوز لهذا الفيديو واقترحوا عليا في كومنتيرات بشحال على حساب هذا الفيو بشحال غنكونوا شدينا هذا البيت الليله. شوفوا معايا المهم البحر كنشوفوا فيه وكنسمعوا الصوت ديال البحر. كما كتشوفوا شدينا هذا البيت هذا ب 130 درهم اللي تقريبا جيت انا والصديق ديالي اللي غني على التعريف، راه شحال من فيديو كنصور معايا ولكن ما كيبغيش يبان ياك اوستاذ. و يعني 130 درهم جاتنا لواحد، شحال جات اوستاذ ما عنديش معلومات، جات 65 درهم لواحد. ولكن بالنسبه لهذا البيت هذا راه كما كتشوفوا تقدروا تجلسوا فيه نتوما اربعه، يعني كثر كاع من اربعه، يعني اللي جاي يقدر يجلس كاع في الارض. غتحسب لي 130 درهم، يعني الا جيتو جروب راه تقام عليكم بطاطا. بالنسبه للبلاصه هذه باش مزيانه انها مفتوحه، كاين الدوش السخون اللي كما كتشوف هو دوش ديال الوالدين ماشي شي دوش اللي فاخر على صحاب الناس اللي كيقول لك ما عندكش فلوس ما تسافرش. طواليت هي ديال الوالدين ماشي شي حاجه اللي هاي كلاس. كاينه واحد الجليس هنايا كنجيو كنجلسو فيها بالليل، حتى هي زوينه كتجلس فيها كيضربك داك الغريبي. وبالنسبه لهاد البلاصه بصراحه انا بالنسبه لي علاش كتعجبني، حيت فيها بزاف ديال الحوايج وفيها التنوع. كاين المرجق، كاين البحر، كاين واحد المعرض هنايا كنخرجوا كندورو فيه بالليل وغادي نفطروا. كما كتشوفوا هنا ما نسيت ما وريتكمش قبيله، سبحان القضيه هنا غتعيشوا لي اللحظه الاصدقاء. هنا بالنسبه للوكاليزاسيون انا غادي نوري لكم دابا فاش غنكونوا غادي نفطروا، ما ماشي شي حاجه اللي صعيبه. المهم راه كاينه واحد المدرسه تماك، راه كتدخلوا من واحد الدخله، هذا راه كاين واحد الدوار، راه الدار هذه راه اون فاس مع داك الدوار، راه كتكونوا هابطين مع ديك الهبطه كتبان لكم الدار. هنا كاينه واحد السيده هنا فاش غنكون غادي غنحاول ناخذ النمره من عندها باش نحطها لكم، اللي بغى يجي هنايا يكري عندها ولا شي حاجه يجيو عندها. بالنسبه للثمن، الثمن راه ممكن انها تنقص لكم، حنا ما بغيناش بانت لينا مرا كترزق على الله ما بغيناش نقطعوا ليها الرزق نحيدوا ليها. قالت لينا 150 درهم في الاول، من بعد قلت ليها انا 100 درهم. الصديق ديالي قال لي ماشي مشكل، عطيناها 130 درهم حنا بجوج بخير ترونكيل، ناسنا بخير. الحاجه السلبيه الوحيده اللي كاينه هنايا اللي خاصكم تعولوا عليها اصحاب الادمان ديال التليفونات والكونيكسيون، ان الويفي ما كاينش والريزو حتى هو ما كاينش. يعني الا بغيتوا تكونيكتاو خاصكم تطلعوا شي قهوه هنا اللي يكون فيها الويفي عاد باش تقدروا تستخدموا الفيسبوك وداك العجب. ثم كاينه الرومبا ديال بولي بوسلام راه كتهبط انا ديريكت، راه كاينه تماك كاينه الدار اللي كتشد ليهم. دابا غنمشيو غندبروا على شو هذا داك مول مسمن اصلا، شو قصيو مسمن نفضرو نضربو كاس ديال اتاي، ومن بعد غادي نمشيو نتبحرو. نضربو لنا تبحيرة في المرجة ولا في البحر؟ شتي شحال زوينة كتبقى تعزل، شو البحر ولا شو المرجة؟ كلشي حداك. جيت معاك شي وحيد اخرى دير على حتى على احنا اصدقائي مشيناكم اول فطور ديالنا هاد الصباح هذا 3 درهم ديال المسمن، يا سلام ياك، وكاس ديال اتاي. هاد الفطور كامل مقيوم علينا ب 4 درهم الاصدقاء، كنعرفو نعيشو ياك. الحياة صراحة
الحياة. خرجوا دوزوا الصيف. خرج تسمعوا لهذوك اللي كيقول لك ما عندكش فلوس باش تخرج تصيف. عرقناه مسمن. دابا غنهبطو نتشلبخو مع حبو هنايا. هذه هي الطبقة ديال البحر. لينا واحد الباراسول ها هو حسب لينا ب 10 دراهم هو قال لينا 15 ولكن حنا راكم عارفين ضروري تكونوا خالي خاصك حتى هو خداو هادي سنة الحياة هادو الأصدقاء. عندي واحد التحدي بغيت نديرو باش ندخلكم معايا بالكاميرا ولا لا بغيتش الريسك بالكاميرا كي غالبا غندخلكم معايا بغيت نقطع من الناس ولا فاش كنت صغير كنت كنجي مع واحد ولد خالتي جهاد راه ما عرفتش كيتفرج في فيديوهات ديالي ولا لا ولا كنتي كتفرج خليتي كومونتير شوفوك كان ديما كنت كنجي انا وياه كان هو كيقطع وانا ما كنقطعش ديك الساعه ما كنعرفش نعوم ولكن دابا كنت كتفرج في هذوك الفيديوهات ديال بالنسنس كيبقى يعلمنا كيفاش نعوموا ولعيبات غنطبق داكشي اللي قال لينا بالنسنس غنشوف وصلت راه هو هذاك الا ما وصلش راه بالنسنس هو السبب. اصدقاء دابا حنا غادي في المهمه ديالنا باش نقطعو احنا غادي بشويه علينا على حساب شنو علمنا بالناس أولو نوصل الأصدقاء في واحد الباطع الذكي يفرق هنا اصدقاء انا حققت الحلم ديالي اما ما لقيتش كيفاش نصور بالجوبرو ما كنت غادي في الاول كيدوزو دوك البطوات المشكله كيدوز مكسل ما كيشوفش وما كانش عندي الجوبرو كنت كنضربها بيد وحده هادي كانت صعيبه شويه رجعت حطيت الجوبرو ونعاود نكمل المهم راه ضربتها الاصدقاء ياك اخي اكد لينا ضربت علي روشور ياك اكد لينا اكد ضرب ضرب ياك حلف ماشي شي ضرب علي روشور الله يشرب شعر اصلا ضرب بالعرض ضرب الشقور ضربت عرض ماشي طول يعني حققت الحلم ديالي اللي كنت باغي نحققو و كما قلت لكم كديروا شي حلم فراسكم راه كتوصلوا ليه الاصدقاء المهم شي بحيره قانونيه دابا غنطلعوا نضربو بشي شي دويشة أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله بعد ما ضربنا بشي دويشة نادية دابا لقينا واحد القهوة اللي هي ديما عرفتو سميتها مكتبينش فيها السمية المهم راه جات حدا بين بان ليا فيها الويفي 5 جي شو غندخلو شي بلاصة فيها البريز تكوانا ونشدو شي قهوة ونعطي ليكم الفيديو ونعيشو الحياة. دابا غادي نمشيو غندبرو على فين غنقصيو ندبرو على شي لعيبة رخيصة باش نعالجو غادي نوريكم فين غادي نقصيو الناس اللي باغيين ياكلو بأرخص الثمن. انا شهيت شي لوبيا شي ديسا ياك الى حفات لينا غناخذ ربع دجاج سامارش بالروج ولا الدراري. المهم بالنسبه للناس اللي عندهم الفلوس
وبغاو شي حاجه اللي هي في المستوى، راه كاينين لي زابارتومون اللي كيبدا الثمن ديالهم تقريبا من 300 درهم وانت طالع. هنا بارابور الشمال راه كيتعتبر رخص، حيت الشمال دابا في هاد الوقيته كتسمع غير 600 درهم والفوق، دونك هنا شويه احسن. حتى الماكله بالنسبه هنا راه كتكون رخيصه شويه. كنعرف واحد لقونت فيه هادوك لي ريستو شعبيين كيديروا فيهم العداس والبيصاره وكذا، غادي نمشيو نشوفو تماك الاثمنه كيفاش دايرين. الا بان لينا داكشي معقول راه غادي ناخدو، ما كانش راه غناخدو ربع دجاج، حيت ربع دجاج شحال ما زادو فيه ما كيفوتوش درهم، حيت بين الثمن ديالو دابا مع هاد الوقيته ولا ما بين 30 درهم 33 الى اغلى 35 درهم. هنا نضربو المعقودة مرحبا. الميرناس سول كالامار كروفيت شي فريتشور والكافي هنا يطيب الكل. اثمنه اخويا كاينه كروفيت 80 كالامار دايره 120 70 80 سول 70 الميرناس 45 الروبيو 30 شوف نديرو فريتشور راه كنسبنا 70 درهم 90 مصطفى اخويا المهم اللي بغا شي حاجه اللي عند مصطفى في مولاي بوسطى الله يحفظك ليه. شكرا. ما لقيناش داك الشيء اللي كنا كنقلبوا عليه، دونك كيبقى الخيار البديل هو ربع الدجاجه كما كتشوفوا. ربع الدجاجه هنا داير 30 درهم. الحمد لله عمرنا الكريشه، دابا غادي نمشيو غنديروا واحد القيلوله نرتاحوا شويه ونجيبوها ان شاء الله مع الغروب باش نعرفوا نجيبوا شي لفه حدا البحر. وكاين هنا واحد المعرض هو كتشوفوه وكي كيعمر حتى الليل، نجيبو معاكم حتى نتوما شي دويره بالليل شوفوا البلان شوفوا هذا المنظر الجميل. بصراحه بلاصه زويونه هادئه اللي بغى يجي له الصيف هنايا، انا بالنسبه لي كتعجبني والله العظيم. الناس ديالها زوينين واخا الناس ديال الغرب شويه كيكونوا قاصحين، ولكن كتعامل معاهم زوين كيتعاملوا معاك زوين، يعني ما كاينش ديك العنصريه ولا داكشي اللي موالفين كنشوفوا في شي بلايص. خرجنا دابا ساعات قليله قبل الغروب كما كتشوفوا الاجواء هنايا يا سلام. سنا على واحد لافوار كاين تما كاين الدراري الصغار تقريبا كيلعبوا ب 10 درهم اللعبه ديال الطوموبيلات ودوك اللعيبات، ولكن حنا كبرنا على داكشي ما يصلحش لينا حنا داكشي. جينا هنا لواحد السويقه كيبيعوا فيها البال كيبيعوا فيها داكشي ديال برا، كنا نضربوا طلايله نشوفوا لبانتينا شي لعبه. انا بالنسبه لي خاصنا شي ساك باكتاج على حساب السفر ديالي القريب. شوفوا لبان لينا شي باكتاج ناري غادي ناخذو بكل رجوله. شي بياسات ناضين بيني وبينكم، نشوف بانت لي شي حاجة تستاهل غنصور عليكم. هنا تقريبا كاين أي حاجة تقدر تخيل لكم على البال، أتات الحوايج بيكالات المهم كلشي كاين. هيا لقينا باش نبقى نهز ونقلب ونصور لكم، ما عنديش مازال فاش كنمشي للسوق يكون معود غنحط لكم فلوق ديال السوق
كان صور لك ولكن دابا ما سمعتش شي حاجه انتريستينغ. شحال واحد كيقول لي مابقاش تهضر فرونسي صافي فلوقات ديالي ما عمركم تشوفوني كنهضر فرونسي، نهضر اما بلونجلي اما برتغالية. فرونسي سداس هاي مريم العطرة. سالينا التركيلة ديالنا في البلاصة فين كيبيعوا داكشي ديال برا، ما بانش لنا شي حاجة اللي مزيانة. المهم كاين، المهم بالنسبة للناس الكبار وكذا راه كلشي كاين، كاين المعان، كاين كلشي، كاين كلشي، ولكن الأثمنة مش أنشطة بحال دابا مثلا غا شي شورت نورمال اللي غادي تاخدو مثلا في السوق في كازا في أي سوق غاتاخدو بديك 20 درهم ولا 10 درهم، أنا كتسولو كيقولك 60 درهم 70 درهم، السبريلة كيقولك تمن خيالي. طالعين شوية في التمن أنا بالرجول، أنا كيبغيك تبقى تاو معاهم، يقول لك 60 درهم قول لي 10 درهم ولا قول لي 5 درهم يلاه جيبها معاه في اللاص. هو البلان غادي نهبطو دابا غنشوفو هداك المريض تشهيش داك اش كيقولو ليه الحمص، طيبو هاري كيقولو ليه طيبو هاري، هنا كيعطيو لك بالماء ديال بوش كيجي ناضي كضرب مع السودانية. يا سلام شو غنضربو شي سلافة. انا طلب حرق نشد السانسيت، وبالنسبه للعشاء كيبان لي غنضربوا شي ساندويش، كاين واحد الساندويش شعنا ديال واحد السوسيس كيديروا فيه ملون، ياك ملون حمر، كيديروا فيه ملون حمر والداخل ما كتعرفوش باش عامر، المهم شو زهر ولكن بنين، المهم هو البن هذاك هو خانزو بنين ديال الصحراء، معروف هنايا معروف مكناس بزاف ديال البلايص كيديروا بحال هذاك السيد. البارح كنا ضربنا نصيش حسبوا لينا ب 10 درهم خبزه، خبزه كامله ديال الصوصيص ب 10 درهم بقينا كنضربوا فيها حتى غفل لينا الله الدون ومشينا نعسنا رحنا كاو. هو بحال هاد الصوص هادو كيبغيوك تاكلهم وتنعس ياك اوستاذ، بحال هاديك الخبزه اللي ضربنا البارح خاصك تاكلها وتنعس. لا بقيتي لا بقيتي فايق لا بقيتي فايق انت وزهرك تقدر تبقى عايش تقدر ياك مطموش دور والله. كنعطيكم دابا النصائح الاصدقاء باش حتى لا تحشوا في السيتياسيون ديالنا تعرفوا كيفاش تتعاملوا معها. اصدقاء عندي لكم واحد الخبر سيء، السفر ديالي الجاي للبرازيل غيكون بدون حقيبه عجيبه، حيت تقديت حقيبه اخرى مع الاسف. وريهم الحقيبه نقول لكم اصدقائي، ناضي ولا ما ناضيش، حقيبه العجيبه كتكرفصني كتبان كبيره. دابا لي مجموع ناضي وفي البلاك اللور حتى الثمن خديته بثمن مزيان، خديته ب 250 درهم، سولت وقال لي 300، قلت ليه 200، بقينا 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 قسمنا الصبر وخديته ب 250. شبان لكم الاصدقاء صيدت ولا هو هذاك؟ انا بالنسبه لي كنعرف بالنسبه للاثمنه حيت هذا حتى هو الماركه ديالو، هاي الماركه ديالو شو ماركه الام ال اس هي مزيانه وبان لي باقي نقي، فهمتوني ما فيه لا شقشار لا والو، ما فيه لا تقطيع لا والو، صافي زعمت. انا كنت مقتنع بالحقيبه العجيبه في الاول قلت غنديها، ساعه كبيره بزاف وكتدير لي الفرق. هذه الخبزة اللي قلت لكم الأصدقاء الموج بعيني، ها نشوفو 10 درهم لا كليتيهم أنا عسيس رحمك الله.
وهنا كيكون تسالى الفيديو ديالنا. كنتمنى تكونوا استفدتوا. واللي عنده الفلوس يسافر واللي ما عندوش الفلوس هو يسافر. خليكم مع السينماتيك، نلقاو في فيديو جديد.